السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم فيديوهات ديالي في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. كما العاده فيديو جديد، ما تنساوش التعليق ديالكم المحفزه باش نزيد نعطيكم اكثر فاكثر، وكذلك ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل ديالكم والاصحاب فضلا وليس امرا. الناس اللي دخلوا عندي يلاه جداد، ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم ان شاء الله غنقربكم اكثر من واحد الصابونه سميتها نوفو باك، وهاد نوفو باك يعني كتباع فقط في لي فارماسي، والثمن ديالها جد مناسب. ان شاء الله اليوم غنحاول نقربكم اكثر منها لي جو بونس بزاف ما كيعرفهاش. فهي اونتي باكتيريان، يعني معقمه، كتصلح التعقيم اليدين، الحكه، كذلك الناس اللي كيعانيو من الاحمرار ديال الجلد، بالاضافه للناس اللي كيعانيو من تهيجات الجلد والكزيما. كما معروف ان هذا الشيء اللي ذكرت سابقا، يعني الحويجات اللي كيكونوا متعلقين باليدين، متعلقين بالجلد ديالنا اون جينيرال، وهنا كيتشكل لنا واحد شويه ديال الحساسيه، شويه ديال عدم الارتياح. فهنا نقربكم اكثر من نوفو باك اللي هي تري ايفيكاس لهذا الشيء، فهي معقمه، وكذلك كتصلح الناس اللي عندهم الاكزيما، الناس اللي عندهم تهيجات الجلد. فهي كدار للبشره الجافه والحساسه، اونتي باكتيريان يعني ضد البكتيريا. صراحه رائعه بامتياز. بزاف ديال البنات يعني ما عارفينهاش. الوغ هنا اليوم حاولت انني نقربكم ليها، كذلك ثمنها راه جد مناسب. الثمن ديالها فقط 17 درهم كما قلت لكم. فهي صراحه رائعه ومنظفه في نفس الوقت، وثمنها جد مناسب. كتواجد في جميع لي فارماسي. نتمنى ان تستعملوها وتردوا عليا، كذلك تخليوا لي تعليق ديالكم باش نعرف انكم وصلكم المعلومات ديالي اللي كنقدم لكم. فهي رائعه. الناس اللي عندهم الاكزيما، الناس اللي عندهم يعني البشره حساسه وناشفه كذلك، فهما يقدروا يستعملوها بدون خوف. كما كتلاحظوها نتوما حتى هنايا دايرين كل شيء لكم، يعني الناس اللي كيقالي زعما اللي عارفين شي شويه، نتوما كما كتلاحظوا كل شيء دايرينها هنايا. نتمنى ان الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم. دمتم في امان الله، ان شاء الله الفيديو الجاي. الى اللقاء.